استقبل صاحب المعالي المشير ركن الشيخ خليفه بن احمد الخليفه القائد العام لقوات دفاع البحرين بالقياده العامه وفدا عسكريا من اكاديميه ناصر العسكريه العليا بجمهوريه مصر العربيه الشقيقه برئاسه لواء اركان حرب صفوت صادق الديب مدير اكاديميه ناصر العسكريه العليا وذلك بمناسبه زيارته للبلاد وخلال اللقاء رحب صاحب المعالي القائد العام لقوه دفاع البحرين بالوفد العسكري المصري حيث تم استعراض علاقات التعاون الاخوي القائم بين مملكه البحرين وجمهوريه مصر العربيه الشقيقه وسبل تعزيزها بما يخدم التعاون العسكري القائم بين البلدين الشقيقين